We are actively pursuing the establishment of an independent Palestinian state with real security guarantees for Israel. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية دراسة الخيارات المتوفرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من بعد ما نشر موقع أكسيس مداولات بالخارجية بهذا الخصوص. بحسب الموقع في توجه جديد بإدارة الرئيس جو بايدن بيقضي بتعديل النظرة لحل الصراع العربي الإسرائيلي. مدخل الحل هو الاعتراف بدولة فلسطين، مش بس خلاصته، مدخل فعلي كمان للتطبيع بين إسرائيل والسعودية. Are you saying unequivocally that if there is not a credible and irreversible path to a Palestinian state, there will not be normalization of relations between Saudi Arabia and Israel? That's the only way we're going to get a benefit. So yes. عم تدرس الخارجية الأمريكية كمان شكل الدولة الفلسطينية المستقلة، بيشوفها منزوعة السلاح انسجاما مع حرصهم على أمن إسرائيل ورؤية قيادات الاحتلال الرافضة لقيام دولة فلسطين. With arrangement or without it, the state of Israel must maintain security control over all territory west of the Jordan River. كيف ممكن تسمح واشنطن بإقامة دولة فلسطين؟ بيعدد الموقع ثلاث خيارات: اعتراف أمريكي مباشر بدولة فلسطين، عدم استخدام أمريكا الفيتو لمنع مجلس الأمن من الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، تشجيع الدول الثانية على الاعتراف بفلسطين. كل هيدي الأفكار عم تبرم بواشنطن وغيرها من العواصم، بينما الشعب الفلسطيني بعده مهجر محاصر عم ينقتل كل يوم بآلة الحرب الإسرائيلية.